يا ضيلة مساك الله خير. الخواضة وش مكوناتها؟ ايه والدخري الدخن والله كلامي بعيونه راسك ذا ما له فايده خود يقول بر عندنا موضوع بالخواضه ما غير انت بر عفوا ما هي بالخواضه الحواسه قصدي بر خلاص بر خلاص سلكوا لها تعرف حواسه والله عارف الدخن والله ما ابي اقول لك يوهو على المرقع الله يرضى عليك والله على المرقع خابرني القرص القرص والله عندك والله من يضرب القرص والله اصبخ جنوبك غير القرص دوك القرص والله يحرقني من ابو يجوك ولا انا قاعد صادق والله صادق هو صادق حد علي ولد وجت تمشي بس اصبر يا راح اجيب وجهي ها يا جركل اصفكك يا راسي راسه يجي اقسم برب البيت يا راس راسي لا مصدع ولا شيء اني رايح زوازمي الساعه 2 الليل يا ابو تو شكومك؟ حلو قايم من امس الساعه 12 رحت للدوادمي ومشيت للدوادمي الساعه 2 متى؟ امس سمعت مني رحت وصلت للدوادمي الصبح الساعه 9 خلصت عندك؟ خلصت لي مراجعه وديورت فوق تحت ما خلصنا مراجعه للساعه 12 ديورت طال عمرك للرياض اللي هو اليوم الاحد عندنا وش مقابله؟ شو؟ الساعه كم؟ 6 في القناه انت ما تسمع اصقح خله اصقح اي اصقح عودت الدوادمي وصلت الساعة 4 حول 4 فجر 4 العصر يا رجال وانا قايم متى 12 في النهار قايم من 12 كيف 12 كيف ايش تقول انت شوف اجي ما تعرفونه يا رب نظف اذنك نظف اذنك خليها مخفيها لا حيلان قايم من جدة لا رجال اللي ما تعرفه عن الرجال لا تعطي سالفة عنده وانت رسم بس والله لا سؤال سالفة رسم كذا يا شباب شوف هالسبعه شوف هالسبعه خلي يضحك الرجل تسمع 10 مو بواحد الرجل تسمع واحد يضحك ولا يسمع ما علي منه سمعت مني وصلت الساعة 4 يا ولد نوم ما في نوم قايم الساعة 12 خلص غطيت 3 ساعات يا ولد 3 ساعات ثم قمت الساعة 6 سمعت مني على القناة ما وصلت الا 9 وعليها الحين ما شاء الله عليك ايش نسوي؟ ما ابغاك تسوي شيء انت استمع واسكت علمك نصها ما رقد الا 3 ساعات يا ولد اقول لك تعال رجال انا جاي من بيشه ماشي بس تستحق بس ايه من بغى ابو توك من بغى الدح ما قلح ايدك ما عليك من ايدي ولا ايدك ايدك سلام مرحوب مرحبا مساء الورد والياسمين والله ما اعلم ذا الحين صباح ولا مساء لكن والله ما ندري والله انك صادق ولا لا تحاكي انا مو لازم صباح صباح يا ابو صباح الساعة كم صدق؟ الساعة وين بتروح؟ الساعة 1:45 كم؟ 1:45 شوف طال عمرك البث 24 ساعة 3 شهور وانت واعي انا ما في ليه؟ ترجع حمر عليك منو؟ ما بينا فارس ها اي برا ما بينا يا ريال عرس الزلام مطول مو موجود شلون عنده من الافكار مطول راتب لنا مشى يقنب قنيبه ها بسم الله ما شاء الله يعني ترى ذي زينوها في وقت هذا ستيج من هو؟ ايش هو؟ ايش هو؟ مطلوب يا حبيبي مطلوب امني لا ان شاء الله ان شاء الله بالله المطرات بالله اللي انت تجي تعال يا اخو انا غالي الغالي الخاص انا ستيك مو بالحب وانا بس ركب اروح انا ترى هني انا وياك ثلاث شهور سعيد في دجاج وفي لحم ستيك وش لحم ولا دجاج عودنا بيه
ما درينا نبه من هو؟ لا ماني احسبك تقول ابو سالم. لا ابو سامي ماني متعقلب لان الحين ما دخلت الفكره في راسي. ابي جا ابي جا ابي جا ابي جا أما لو بيوم قالوا كل غايب ياتي أدري ما قفت بها الأيام ما تتيبا وأدري ما قفت بها الأيام ما تتيبا. الله يطول عمرك. خلص 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 كلم بوك صدق حقك. يا مرحبا يا ابو عبيد. يا الله هلا هلا والعند حقرة على حقرة. يا سلام. كم واحد من نحسبه بطران عايش حياته على فقره. على فقره من وين؟ طاح من وين؟ ذي البنسان مالي ورا الشر والنقر. لا 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 الله هلا حنا مع الخيل في الميدان وانتم مع الخيل. يا شجرة يا شجرة. يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله عطولك عطولك من الساحة. اعطوني اعطوني السكوت. ما بعد شفتك. اعطوني مساحة الكاميرا. اي والله ما شوف شر. يعدي يعدي يا اخي. حفلة يا عمي كلام سكت. حفلة والله يعدي ولا ما اخوي الثاني بالله شبه اشغلتان انت وابوك الله يرحمه. ابوي بروح الدكان. راح الدكان وفله العب في الشارع. خذ حذيانك وتعال. افتح الثلاجة شوف عيني. الحطب زينة ولا لا؟ لا حطب 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 اشهد. وين السد؟ لا لا ما انا امشي روح بس صدق يا عيال. اقول تجي مره مره مره. لا لا ما في شغل فاضي اساسا. شبك يا برا ثبات حركتها. اسلم اسلم اسلم. لا تخليها واللي على الجلسه الثانيه وشنو اللي قبل شوي؟ اما لو اليوم قالوا كل غايبياتي صرت آل سهمي. طبعا آل سهمي ما عليك زود نداء يا ربي. خلص خلص الله يتسبب. نحمد الله ونشكره. الله يبارك في حياتك. يطول عمرك. العبيد رايح. ارحب ارحب. تعال 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 تعال. هنا 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 هنا. هذا كم؟ هذا التيم مرح. تعال 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 تعال. لبيك. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك. ارحب يا ابو سعيد. شوف يفتح. لا لا اشتغل شيء قبل شوية وطنية. شكشوكة عرفت غنية صوتي أنا من كلمات شغلت شيء. شغلت شيء. إيه شغلت. الله الله. ما أدرك إنها. يا رب لازم تعوضنا. شكرا الله بيو. الله تسلم. بدينا. وجايات إن شاء الله أكثر. أنتم ثلاثة برا ثلاثة. والله زين أنت. جاد ثلاثة. أبو سعيد أبو سعيد. لبيك ما دمت أقدر أقول يا لبيك ولا من قبل عرفك لا توطى ولا لبي. ولا لبي. علوم. ساك طيب. طيبين. مرحبا مليار. الله يحييك. الله يعافيك. سلمك. وحده وعليها. طيبين الحمد لله. وش اسمك الغالي؟ الله يحييك. تركي. طيب. زهراني. اهزازي. انا شبح بيش عرفت شبح بيشه. الله يحييهم. وش علومك وين الربع؟ لا لا. طيبين. اه مو بشبح. بشرونا عنكم. لبيك. والله انك تشبه. يشبه ايه. من بيش انت؟ ليه؟ جيزان ولا؟ لا فعليك يا مقرب عليك. لا انت يا حلام بالله. ارحب ايش جابك؟ جيزان ما شاء الله غنيه. يسال كلام ترى مو بسؤال. لا قلت جابك وش اللي عندك؟ اي والله بحر على جبل على وديان على لا انا على شلالات. لا لا اقلب على الطيب اللي عندك. كل شيء عندهم ما شاء الله. لكن اسال صدق. الله الله. واحده ما هي مقلوبه واللي مع وجهها يقلب وجهه. يقلب وجهه. انا مدري عشوه. انا مدري عشي. ترى ما ادري شيء. انا ما ادري. ارحب ارحب. لا لا ما ازعل منك. لا والله ما ازعل منك. لا 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 فا جاني كلام
وش كلامك؟ انك زعلان مني والله حساس قلبك زبلت لا ردمية ها انا جايبك مني وش تتوقع؟ ما ادري عشان اراضيك كبسة جويع والله يلا جويع تن 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 ادري تعرف تمثل يا ولد استر عليه هاي ما كنت بلا شوي ابو سعيد ابكل روح سعيد ابكل ما في ابكل لا 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 تل قلبي تل سكسن في رمالي ما انقطعت لا لا ما يحتاج ما معك ستين معك ستين هذه هدية صدقتنا ثانك يو صديقي هذه هدية صدقتنا يا ابو مفلح يا لهلا هاك هاك هدية يا بعد روح يا توكل على الله ثانك يو ويلكم ارحب هلا ارحب يا لبيك يا نو والله مخك ملفوف يدور مدرب بس انا ترات حساس حقيقي صدق بعيد شلون وين انا شبي من ضلوعي حطم انت ميدي ولا ميدي جذر حقيقي ترى بتطيح انت سعيد ارحبوا ليه يا اخوك ما ازعج استانس بس الصوت اي والله ايه قريب انا ادري من الرضي لا وش لكن انا هو علينا هو انا جاي منهم سيده لا اكل ولا ما ادري انا اعتبر هذا الحين خارج على المنطقه من المنظه هذه المنطقه لا المنظه الطريق تابع خميس مشيت خميس مشيت تابع العشاء انا متابعين لحد حين الحانه ها باقي الليل باقي عاد قدرنا 90 يوم من الله احيانا انت متعرف الفعاليات وفر الطاقه عاد قدامنا 90 يوم عاد قدامنا 90 يوم ما شاء الله هذه طاقيه ولا كفن هذه ضريبه المفتاح والله ضريبه ضربه حسبتها بيت الحمد لله مالي خلها شلون ابو مالك وين هذا بيك ابو سعيد والله ابو سعيد ابو سعيد مشكي وين تبحر والله حر احنا مكتومين والله انا حر هنا حر ما عليه بيهبوا انا مكيفات يرقد يبغى يرقد ويتعب لو ما اشتعل الله يبقيه برا والله لا ما فهمت ما فهمت قصده انت تقول هناك برد هني هناك برد كلنا
ارحب يا اخوي. زحى شوي. ايش تضامن بالتصفيق انت؟ هو مدري بس ودي صفق بس كسنا. والله كله هذا اليوم مره فوق فوق الباب يا زير طاقه. زين يا محمد ابرش روح بالجرايد لا بدام الناس وزايد عزتي للي يخلي خويه. اي والله عزتي للي يخلي خويه. اي والله وابشر والله بعجب عينكم. وانت والله اي والله الله يسلمك. عيد ورخوها ايش بدايتها؟ الزمن لا شان والوقت كايد. اي والله نحن ما نخلي العوايد. أيوة عزتي للي يخلي خويه. اي والله يلا خلنا نشيل ذي. ما يمنع نشيلها مرتين. توكل. تجيب واحده ثانيه. بس واحده ثانيه بس عطني اياها قبل. اللي لاح جلسه برق الحياه من جنوب. أنت ثروة بله وعم الجزيرة من شمال المملكة للجنوب. نفس اللحن. أرحب يا دريع. أرحب يا راعي المفتاح. على قولة الشاعر يقول بيفوز لو ما عين المفتاح. الله تستاهل. المفتاح أنت لقيته بالضبط. قاعد تحفر وتدفن. والله انت لقيتها صدفه ولا اجتهد؟ لا نبغى السالفه. اعطى اقرب المايك. خلي المايك. ما معه مايك. ما معه. اعطى مايك قرب يقول لي اسمه زي كذا. شوف شوف بدون باب. ايوه حط عليه مطلب. ماكو معه واحد اسمه اسلم. اجلس 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 في نفس المحل. في نفس المحل. ايوه اليوم الدور دقيقه يا ملاي العزه اللي هو عبد الله محمد الغيري. ايوه يستاهل. نعم يستاهل. وفهد فلاح الواهبي الحنيفي جعلهم يطلع حي. فضل الله ثم فضله ولا كان معي انت؟ سلامتكم. كم يوم الدور؟ طيب اوكي انت شكرت الناس ولا عطيتنا السالفه. اقل شوي. علمنا بالسالفه من البدايه. علمنا القصه كيف خطط المعركه المفتوحه المكان الفلاني ايش التلميحات اللي فهمت منها الموضوع. التلميح اني عينت العروس عينها الرجل محمد اليوم وانا كنت جنبه ورحت انا رحت البيش اخذت ثلاث ايام ورجعت عندي بشتري سطحه. سلمت يشهد الله سطحه. طيب واتعشى في الخراره وجانا عجب بغى يدهمه وجانا واحد اسمه فهد فلاح قال ولد مشان أنا عيناه ولا والله وانت مشي ولا سبع دقائق ونحصل في الطعس اللي كنت ادور فيه في نفس. لا اله الا الله. فانا متوقع واجد كم متى ما حفظ. انا متوقع انه ما جاء المفتاح الا بعدين صح. وعفاكم ولا شر اليوم. وهذا تصريح قوي. نعم هذا تصريح قوي. والله كلام ارتواك ما قلت كان ما لقيت شيء والله ما عجبني. يمكن يمين ولا يسار الحافظ. وانت يوم اللي متعود.